قادة النصر. المشير الجمسي، الرجل الذي اختار التوقيت بعد أن درس كل شيء عن العدو بطريقة علمية وعسكرية وسياسية، اختار المشير الجمسي الساعة 2 ظهراً يوم 6 من أكتوبر توقيتاً للحرب. ولد محمد عبد الغني الجمسي في 9 سبتمبر عام 1921 في قرية البتانون بمحافظة المنوفية. تعلم في مدرسة المساعي المشكورة حتى التحق بالكلية الحربية، وتخرج فيها عام 1939 ليلتحق بسلاح المدرعات. وحين اشتعلت الحرب العالمية الثانية، تم إرساله إلى صحراء مصر الغربية ليشهد أعنف المعارك التي دارت بين مدرعات قوات الحلفاء وقوات المحور، ويتعلم الكثير من أساليب الحرب. في عام 1956 تولى قيادة اللواء الخامس مدرعات بمنطقة القناة، وبعد عامين ترقى إلى قيادة اللواء الثاني مدرعات. وفي عام 1965 صدر قرار بترقيته إلى رتبة لواء، وبعد عام تم تعيينه رئيس لعمليات القوات البرية، ثم صار رئيس لأركان الجيش الثاني. وفي عام 1971 أصبح رئيس لهيئة التدريب بالقوات المسلحة، ثم رئيس لهيئة العمليات. وفي مطلع عام 1973 طلب الرئيس السادات من الجمسي اختيار أنسب توقيت للحرب، ولم تكن المهمة سهلة، فلابد أن يراعي المواصفات الفنية لقناة السويس من حيث المد والجزر وسرعة واتجاه التيار وحالة البحرين الأبيض والأحمر، علاوة على اختيار ليل طويل بحيث يكون النصف الأول من الليل في ضوء القمر حتى يسهل تركيب وإنشاء الكباري، والنصف الثاني في حالة إظلام حتى تتمكن القوات والأسلحة والمعدات من العبور. ولا بد أيضاً أن يكون التوقيت مثالياً للقوات المصرية والسورية، وأن يكون الأسوأ للعدو بحيث لا يستطيع الرد سريعاً. درس الجمسي الأعياد والعطلات الرسمية في إسرائيل بحيث يكون الجيش في حالة استرخاء، وكذلك درس الموقف الداخلي ومواعيد إجراء الانتخابات. ونجح الجمسي في المهمة المكلف بها حين اختار 6 أكتوبر والساعة 2 ظهراً موعداً للعبور، وعبرت مصر.